وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في يوم المعاد مناديا عباده: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لما ينادي هذا النداء يرفع العباد رؤوسهم إلى الله تعالى، جميع العباد المؤمن والكافر، فيقول بعدها سبحانه: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فيطأطئ غير المسلمين رؤوسهم، ويبقى كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: ويبقى الموحدون مرفوعي الرؤوس. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، أي لا خوف عليكم مما يستقبلكم مما فيه من النعيم المقيم، وما فيه من راحة النفوس وطمأنينة القلوب، وما فيه من الدعوة والراحة وسرور النفس. لا خوف عليكم في المستقبل، ولا أنتم تحزنون على ما مضى. لا حزن على المؤمن يوم القيامة، ولا خوف على المؤمن إذا لقي الله جل وعلا يوم التناد، يوم يخاف الناس. المؤمن آمن بأمن الله تبارك وتعالى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة، هذا النداء والأمر للمؤمنين: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. الأزواج قيل معناها الأشباه، يعني يدخل المؤمن مع شبهه من المؤمنين، الناس اللي قدروا في الاستقامة وفي الطاعة، دل الأشباه. الأزواج هي الأشباه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمر أي أفواج وجماعات يدخلون مع أشباههم، والمؤمنين مثلهم. أنتم وأزواجكم، وقيل الأزواج الحور العين، فإن للمؤمن أزواجا من الحور العين، وهن الجميلات، وهن الطيبات، لا يبأسن أبدا ولا يقبحن أبدا أو يقبحن أبدا. قال تبارك وتعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف لأنها تقصر طرفها على زوجها، يعني لا تعلق لها بأحد إلا بزوجها. قاصرات الطرف، مو زي المرأة
اللي بتكون مع زوجة وعينة في الرجال التانين. قاصرات الطرف، وقيل هن قاصرات الطرف أي من شدة ما فيهن من الجمال وحسن الخلق مع أزواجهن، لا ينظر الرجل إلى غير زوجته من الحور العين، أي قاصر طرفه على زوجته ما داير غير ذاته. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، لأن داخل الحجر، والمرأة لما تكون مستترة داخل البيت ما بتطلع للشمس وتصهرة أشعة الشمس زي على الطرقات وصهراهم الشمس، ديل بتقبح مناظرهم. لكن المرأة المغلقة في بيتها كأنها لؤلؤ مكنون مدسوس، يعني كأنهن بيض مكنون. فقيل الأزواج أنتم وأزواجكم، أي من الحور العين، فإن للإنسان أزواجا من الحور العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت حورية على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض نورا. بس لو عاينت على الأرض بعينها، بس عاينت الأرض تملأ ما بين السماء والأرض نورا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن نصيفها على رأسها، الخمار اللي بتلبسه خير من الدنيا وما فيها، مش هي خمارة أفضل من الدنيا وما فيها، من النساء اللي فاتنات الناس الآن ويتغزلوا فينا الشعراء ويغنوا لنا الفنانين وكل نسوان المسلمين وغير المسلمين، خمار ديك أحسن من ديل كلهم. أنتم وأزواجكم الأزواج من الحور العين. وهنا سؤال، هذا فيما يخص الرجال لهم أزواج من الحور العين، فكيف بالنساء؟ أليس لهن أزواج؟ قال العلماء: لم يرد نص في القرآن صريح أن للمرأة زوج من الحور العين، ما ورد النص كده، لكن في عموم القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولا شك أن مما تشتهي المرأة، بل من متعة حياة المرأة، أن تتزوج. ولهذا يقول العلماء: سيجعل الله لهن أزواجا. لكن هل هن أو هم من الحور العين أو من المؤمنين الذين لم يتزوجوا في الدنيا، أو هم من المؤمنين الذين تزوجوا وزوجاتهم في النار، ما معروف، الله أعلم. لكن سيجعل الله لهن من هذا الباب نصيبا لا شك، لأن الجنة دار نعيم ودار متعة وسرور وحبور، لا يمكن أن تحرم المؤمنة يوم القيامة من الزواج، هذا لا يستقيم. ولهذا أنتم وأزواجكم تحبرون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين. الإنسان المتكئ كما قال ابن القيم هو في قمة المتعة، زل ما يتكئ، لأنه الراقد ده تعبان دار ينوم، والواجب على حاله هذا مشغول. أما قمة المتعة أن يتكئ الإنسان، ربنا قال: متكئين فيها على الأرائك ينظرون، مستمتعين، يحبرون بأنواع النعيم. المقيم أنتم وأزواجكم، ممكن يكون الأزواج المقصود زوجتك التي كانت معك في الدنيا من المؤمنين أو المؤمنات، فإنك تزوج بها يوم القيامة
وإذا كانت المرأة تزوجت بأكثر من رجل، زوجت واحد ومات، ولا طلقها وزوجت ثاني ومات أو طلقها، وهكذا زوجت اثنين ثلاثة أو أكثر، تخير يوم القيامة فيهم بأحسنهم أخلاقا، تختار أحسن واحد أخلاق وتتزوجه. ولكن زوجتك بتاعت الدنيا دي مات كمان تخاف انت، ما بتجي بنفس الشكل ده. في تاني تعديلات ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لأنه في امرأة عجوز أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا وكان يمزح لكن لا يقول إلا حقا، فقال لها إن الجنة لا تدخلها عجوز، ما في عجوز بتخش الجنة. فولت المرأة تبكي، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعيد المرأة شابة، يعني ما بتخش عجوز كده، برجعوك شابة تاني. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، حتى لو أتى الرجل زوجته وأتاها مرة ثانية تعود بكرا من الأول. إن سبحان الله، يعني حتى في جمال المرأة يزيد جمال المرأة في الجنة بحسب الوقت، كل زمن جمالها بزيد زيادة. عشان كده أنت ما تخاف، لأنه في واحد مرة سمع كنت بتكلم عن كلام زي ده، قال لا مولانا تاني يا مولانا، قلت لي لا الموضوع ده بيختلف، ما زي اللسة ده. أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم، سبحان الله، شوف الوصف كيف لما في هذه الجنة من النعيم. قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب، ده الأكل، بصحاف من ذهب وأكواب، الكوب ده اللي ما فيه يد ليس له عرى، اليد بتاعته الكوب مستقيم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، واللي جوا فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني طعام الجنة يجمع بين لذة الطعم مع جمال المنظر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. بعدين ما تخيل انه بيكمل، يعني قال لك وأنتم فيها خالدون، ده نعيم ما بيجيف، ماشي طوالي. الإنسان الواحد كما قال الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم نقلوا الأثر أن للواحد من أهل الجنة 70,000 غلام، دين الأولاد اللي بيجيبوا الأكل 70,000، أي واحد شايل الصحن بتاعه والصحن فيه طعام غير الثاني، ويأكل كل هذه الصحائف بنهمة واحدة. سنت لما تبدأ الأكل بتكون مسخن، بعدك بتبرد في النهاية وتقول لك ده بقى مسيخ، لا ما بقى مسيخ، بردت انت لانه شبعته. ياكل بنهمه واحده كل هذه الصحائف، وبعد ذاك يؤتى له بالشراب وكاسا دهاقا مليانه، ويشرب من قوارير من فضه، لاحظ قوارير، القاروره اصلا شفافه، بيكون شفافه يعني بيشوف الشراب اللي جواه شنو، قال من فضة، هذا يدل على أن هذا النوع من الفضة من أنقى وأصفى أنواع الفضة، لأنه بيشوف الجواه في شنو، قوارير من فضة قدروها تقديرا قدر الشراب بتاعك، لأنه لو بقى في زايد باقي قاعد في الكوباية أنت تسأم من الكثير، ولو كان قليل ما بيقضيك، بتقول يا اخواننا ده شنو الشويه ده، زيدونا، لا
قدروها تقدير قدر شرابك لا حاجة تسئمك وتسحج منها ولا شيء قدير شيء قليل ما يرويك. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. أسأل الله تعالى أن ينعمنا جميعا في جناته جنات النعيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها لأن لكل عبد مؤمن أو كافر مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فأما المؤمن فيرث مقعد الكافر في الجنة ويديه مقعد القادر في النار، وأما الكافر فيرث مقعد المؤمن في النار ويخلي مقعد اللي في الجنة. عشان كده ربنا قال تلكم الجنة التي أورثتموها. السبب بما كنتم تعملون وليس العوض، انتبه، السبب وليس العوض. ليس لنا عمل يكون لنا عوضا به الجنة، ما عندنا عمل يعوضنا بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ما في حد عنده عمل بيورث الجنة يستاهل به الجنة، ما في، ولكن أعمالنا سبب عشان ما تمشي توقف تقول ما دام وصل الجنة دي ما داير عمل وما كل شاب العمل أحسن نلعب لعيبنا ساي وبعد ذاك الرايضة الله بتبقى. لا، العمل ليس عوضا إنما هو سبب، لأنك لم تنال رحمة الله التي بها تدخل الجنة إلا بالعمل. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. أها بكتبها لمنو؟ قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني نحن إذا أردنا ما ذكرنا من النعيم واللي أنا تكلمت عنه ده شيء بسيط جدا، بل ما في الجنة وما في الدنيا ما يتشابه إلا في الأسماء فقط. لأنه سلم أنا أقول لك فيها فاكهة، أنت بتتخيل الفاكهة بتاعتنا دي الموز والمانجا والحاجات بتاعتنا دي، ودي ما بتشبه في الجنة إلا في الاسم بس، بس دي اسمها فاكهة وديك اسمها فاكهة، لكن في الحقيقة ما بتشابه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبقها نبق بتاع شجرة في السماء قال كقلال هجر قدر القلة، النبقة الواحدة قدر القلة. يعني أنت عشان تاكل لك نبقة تقدر تاكل وراها شنو ثاني؟ نبقة بس. فالجنة ال بيوصفه ده كله عبارة عن أسماء بس تقرب لك المعاني، لكن قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بتفكيرك أنت ما بتقدر تصل، بس بتقرب المعاني عشان تحفزك إلى هذه الجنة.
قال التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والعمل إيمان بالله عقيدة صحيحة وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع للرسول صادق، لأن الجنة دي في درب النبي عليه الصلاة والسلام. دار تخش أخليك وراه ده الموضوع كله، كل الموضوع وخلاصه. قال لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. الآيات يطول شرحها في سورة الزخرف، لعلنا نكملها في الخطبة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة.